أهلا وسهلا فيكم، بنرحب فيكم بحلقة جديدة أعزائي المشاهدين ببرنامج ضربة حظ، برنامج المسابقات والأجواء المرحة هون بالفجيرة مول. أنا وزميلتي نوار، بمسي عليك بالخير نوار. يسعد مساك أمجد، مسا كل اللي عم يشوفونا عبر قناة الفجيرة وكل الجمهور الموجود معنا اليوم بالفجيرة مول. ما شاء الله أمجد، أنا شايفة في كتير أطفال موجودين اليوم. أكيد مثل ما تعودنا دائما رح نبدأ بأولى فقراتنا، فقرة شرق وغرب اللي رح نختار فيها كم طفل معنا اليوم. تقريبا شي 4 أطفال رح نختار. نعم. كل اللي عليهم أنه يركبوا أكبر عدد ممكن من القطع وتكون صحيحة باستخدام الصورة الموجودة على الشاشة. أكيد، ولكن نوار بما أنه في أجواء حماس أكيد إحنا محضرين مفاجآت أكثر وأكثر اليوم بالبرنامج، ولكن خلينا بالبداية نذكر برعاة البرنامج وداعمين برنامج ضربة حظ. البداية من عندك نوار. فعلا أمجد، البداية مع العربية للعود، كرجي للعطور، مسك الإمارات، نسيم كافيه، جالكسي سينما، ومين كمان؟ معانا براند فور ليس، تيلي لينك، عبد الصمد القرشي، دكتور نيوترشن، ومجموعة الطاير للسيارات من فورد. وبدي أسمع زقفة كتير كبيرة لداعمين برنامج ضربة حظ. جاهزين؟ يا سلام على الأجواء. جاهزين؟ لا، نايمين؟ جاهزين؟ يلا يا نوار جاهزين. اوكي امجد، رح نبدا فقره شرق وغرب. مثل ما خبرتكم رح يكون في قطع، انا رح اختار فريقي اللي دائما متعودين انه دائما فريقي بيربح. رح اتركك انت تختار وانا رح اختار. تعال. وين وين وين؟ ها، بدي اللي لابس جاكيت ازرق. ايوه، لابس جينز. ايوه جاكيت. تعالي جينز، تعالي هون. يلا خبريني شو اسمك ومن وين؟ جلنار من سوريا. اوكي جلنار، نحن رح نربح صح؟ بعدين جلنار لابسه مثلي نفس الالوان. طقمين انتوا الاثنين. عرفنا عن فريقك. بتعرف على الحلوه؟ يارا. من وين؟ من لبنان. يارا من لبنان، تحيه لاهل لبنان واهل سوريا. يلا تحيه جلنار ويارا، تفضلوا اقعدوا على المربعات الزرقاء وشوفوا الصوره الموجوده قدامكم على الشاشه. شوفوا القطع، ها. اول شيء طلعوا اللي بالكرتونه، طلعوا اللي بالكرتونه. بس لا تبداوا قبل ما امجد يعد لكم. طلعوا كل اللي بالكرتونه، كل اللي بالكرتونه طلعوا. شوي وقت امجد، خليهم يلحقوا يشوفوا القطع منيح. اللي بيهم اللي بيهم. ايوه طلع، طلع كل اللي كل الموجودين بالصندوق. كلهم 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 طالعين. شوفي مثل ما عملت يارا، شوفي شو كيف عملت. لسه ما عدينا. خليك ستاند باي انت، خليك ستاند باي. يلا بسرعة بسرعة طالعيهم كلهم. جولنار طلعي كل اللي بالكرتون مشان تشوف وتقدر تركبي. كلهم 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 كلهم. ايوه يلا جاهزين يا جمهور؟ جاهزين يا نوار؟ ستاند باي، كنترول 1 2 3. معكم 2 مينيت. جولنار برافو، ركبي بمساحة فاضية. اوكي جولنار ركبت قطعتين. حتى لو قطع منفصلة عن بعضها ركبي هدول كنتم ركبتيهم صح. ايوه، ها مين راح يفوز؟ حيوهم، سافوا لهم. حاولي ركبي الفيل جلنار، شوفي برافو. شوفوا الصورة على الشاشة، شوفوا الصورة على الشاشة عشان تركبوا صح. الصورة على الشاشة غير مكان غير مكان. القطعة اللي أخذتيها أول شيء رح تساعدك ركبيها بغير مكان. أيوة. في خط أزرق في البازلز، في خط أزرق، انتبهوا. خط أزرق، خط تحت الأزرق. جمعوهن، هذا الخط اللي فوق في الشاشة. أيوة الخط الازرق بيسهل تركيب البازلز يا نوار. صح، اذا ركزوا فيه راح يركبوا بصوره صحيحه. جلنار شوفي هاي القطعه بالزاويه هون. ايوه 20 ثانية باقي. يلا مين اسرع؟ اسرع اسرع. مين اسرع؟ مين راح يفوز اليوم معنا؟ لا لا غيري المكان. ايوه برافو. شوفي قطعه ثانيه، شوفي قطعه ثانيه.
واحد 9 8 7 6 5 4 3 2 1. انتهى الوقت أمجد. رح نبدأ من عندك جلنار، عندك 6 7 8 قطع صح. يارا 1 2 3 4 5 6. شكرا يارا. هيوها ليارا، هيوها كمان مرة. هيوها. الفريق اللي بيفوز ألف مبروك جلنار. كيفك؟ بدك تربحي صح؟ بس ما بتربحي إلا بحجر المرد. ربحت. يلا حجر المرد جلنار. يلا نشوف حظك. رقم 6. أعلى رقم. خليكي لأجيب لك الهدية. مبروك جلنار، تربحي معنا قسيمة شرائية مقدمة من الفجيرة مول. شكرا. هيوها هيوها أول متسابقة. يلا بدنا نختار كمان. نختار كمان. ها أولاد أولاد هالمرة. أولاد 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 أولاد. أنا رح أختار الولد اللي لابس أزرق لأنه رافع إيده من قبل ما نبدأ البرنامج أصلا. تعال. ها ها أنت اللي على راس الخط. أوكي يلا خبرني شو اسمك ومن وين؟ محمد من الأردن. أهلا وسهلا محمد. رح نربح صح؟ صح؟ رح نربح؟ إن شاء الله. شو اسمك؟ معاذ. معاذ من وين؟ السودان. حيو معاذ من السودان. ومحمد من الأردن. ومحمد من الأردن. أوكي. عشان ما تسأل نوار بس. محمد فيك تتفضل على المنطقة السحرية؟ يلا معاذ. أنت كمان معاذ. هاي المنطقة دايما بتربح، لهيك لازم تفكر شوي. شوف معاذ وتشوف. أنا وياك إلنا الله. لا تفرح. لازم نفوز. ما بعرف هي عاملة مشروب سحري، فلازم نفوز نكسر التعويذة. طيب حرقت لي قلبي هون. أمجد خلص أوكي رح خليك هون يا معاذ. يلا يلا جاهزين؟ يلا بنعد 1 2 3. يلا محمد ومعاذ. يا سلام وبدأ التحدي. يا سلام وبدأ التحدي. هاي هاي وهاي. حاول ركب الخط الأزرق. يا سلام يا لا رجع 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 مثل ما كنت. لا رجعها مثل ما كنت. بالعكس بالعكس. هنيك 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 تحت. أيوة طيب برافو. واحدة ثانية واحدة ثانية. ركبهم. برافو معاذ صار عنده 4 قطع صحيحة. حيوهم يا جمهور حيوهم. لا لا غلط. هاي 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 هون. لا لا هاي 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 هاي. يلا أسرع بسرعة بسرعة. بالعكس بالعكس بالعكس. يا سلام في تحدي في رقم قياسي راح يصير عندي هون. لا لا معدل الصورة. يا سلام يا سلام. برافو. أسرع أسرع محمد. يلا بالعكس بالعكس غير مكان. مين اللي راح يكون أسرع؟ مين اللي راح يفوز اليوم معنا؟ محمد. فقرة شرق وغرب وين بدنا نروح بهالنرد؟ حاول حاول 40 ثانية معنا. حاول بغير قطع 40 ثانية يا نوار. يعني صرنا هلا بال 35 ثانية. خلص 35 ثانية 30 ثانية. برافو 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 صح صح. يلا 20 ثانية. يا سلام يا معاذ. يلا اي يلا مرة بهالعمر بيطلع لك تربح. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ستوب. للأسف انتهى الوقت. معاذ عنده 1 2 3 4 5 قطع صحيحة. راح أخبرك كم عندنا. أزم محمد. معاذ عنده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هيو معاذ هيو معاذ هيو معاذ. فريقي حظ أوفر لمحمد. بدي أعمل لك مثل المصارعة هيك. طيب حجر النرد يا معاذ. يلا يلا أرمي. ها وين رقم 3؟ رقم 3 اوكي هدي رقم 3. معاذ تعال اقول لك شغله. انت بطل. طيب الف مبروك معاذ، تربح 2 تيكتس من جالكسي سينما. فيك تاخذ امجد لانه كثير فرحان. بنروح انا وياك على السينما. ما عليك تفضل من هون معاذ. المشروبات علي من هون. تفضل معاذ من هون من هون معاذ. هيو لمعاذ
يعني تعادل. إلك زمان أصلاً ما ربحت. خلصت فقرة شرق وغرب، بس رح نطلع بريك سريع وبعدين نرجع نكمل فقراتنا. مشاهدينا لحتى نكمل تحدياتنا لليوم، أكيد كنا رح نوصل لفقرة هو وهي، بس قبل هو وهي رح نلعب الأطفال الموجودين معنا اليوم لعبة الكراسي. شو رأيك أمجد؟ أكيد رح يعني نختار فريقين بناء على طلب الأطفال. أوكي، رح نلعبها مرتين مش مرة واحدة يا نوار. تلبية لرغباتهم، ولكن لازم نختارهم اللي مرتين. بنختاره. طب أمجد شو رأيك بالأول نختار فريق البنات وبعدين نرجع نختار فريق الأطفال؟ أوكي موافقين. اوكي رح اختار انا ثلاث بنات وانت اربع، شو رايك؟ يلا اوكي تمام. بدي اختار البنت اللي لابسه زهر هون. انت تعال. لا هي تعالي. والبنت اللي لابسه ابيض الصغيره خليها تجي. مين كمان؟ مين اللي حابين يشاركوا؟ البنات بدي بنات. انت لابسه اخضر تعال. ايه صار عندي ثلاث بنات. صار عندك ثلاث بنات. اللي لابسه بنفسجي فاتح. ايوه انت تعالي. يلا هاي واحد وهي اثنين وهي ثلاثه. يلا بقي لك بنت امجد. واللي لابسه زهري اربعه. يلا اول مره راح تشارك معنا. تمام واحد اثنين ثلاثه. اوكي يلا فاهمين اللعبه؟ فاهمين اللعبه؟ طيب راح نلف حوالين الكراسي. يلا روحوا كلكم يلا كلكم حوالين الكراسي. روحوا على الكراسي. وقفوا حوالين الكراسي وبلشوا لفوا مع الموسيقى. بس توقف الموسيقى بتقعدوا على الكراسي. اوكي اوكي على الكراسي. يلا انا قلت اوقفوا قدام الكراسي. جمعوا توزعوا. يلا توزعوا كل واحد على كرسي. كل حد ها بتلفوا هيك. اوكي هيك بدنا نلف. تمام ايه. هيك هيك هيك, هيك 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 لما نسمع الموسيقى هيك. ماشي لما توقف الموسيقى لازم نقعد. خلاص تمام؟ عرفوها يا أمجد. خلاص يلا يلا ستاند باي ميوزك 1 2 3. يلا اركضوا بسرعة. ركض أسرع رياضة. يلا مين الأميرة اللي راح تفوز معنا اليوم يا نوار؟ مين وقفت الموسيقى؟ مين بسرعة. في كرسي. شكرا شكرا. حيوها حط اوفر. حيوها بالناس كرسي على السريع. يلا ضبوا الكراسي على بعض. يلا ستاند باي ميوزك 1 2 3. اسرع وين السرعه؟ ركض اسرع. وقفت الموسيقى. بسرعه في كرسي ها حظ اوفر. باي باي. حيوها بس توقف الموسيقى. بس توقف الموسيقى على الكراسي. لا تنسوا لازم نقعد على الكراسي. بس توقف الموسيقى. أوكي. طيب ركزوا بالموسيقى. يلا ستاند باي ميوزك 1 2 3. يلا ها حيوها طيب خلاص شكرا مرة تانية. بتشاركوا معنا بتربحوا. روحوا عند الأستاذ علي. يلا نقصنا كرسي. يلا ستاند باي 1 2 3. ركض. لا بدي ركض. أسرع لا اسرع. انت بتمشي. اسرع. اوه حيوها. حظ اوفر. يلا نقصنا كرسي. كرسيين وثلاث متسابقات. ستاند باي 1 2 3. يلا اسرع. ركض اسرع بس شوي اسرع. لسه في موسيقى. وقفت الموسيقى. هو شكرا. باي باي. حيوها
لاست تشير. يلا خلينا نشوف يلا. مين من البنات الحلوين رح تربح. اوكي ستاند باي. شو علي سرحان مين رح يفوز؟ ستاند باي 1 2 3 بسرعة اسرع اسرع. مين اللي اسرع؟ مين اللي اسرع؟ مين؟ هو 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 هو. برافو. تعالي خبيني أيوة. شو اسمك ومن وين انت؟ رؤى من سوريا. اهلا وسهلا رؤى. اوكي يلا امي النرد. يلا يا رؤى الحلوه. رقم 4 رقم 1 5. اوكي رقم 5. ألف مبروك رؤى، بتربحي معنا قسيمة مقدمة من فن بلوك منطقة الألعاب الموجودة بالفجيرة. يلا هون 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 هون. يلا وإجا دور الأولاد. إجا دور يلا. الأولاد أمجد أنا هلأ رح أختار 4. خلص أنت 4 وأنا 3. رح أختار الولد اللي لابس أحمر. تعال تعال واحد. تعال واحد. تعال واحد. تعال اللي لابس كحلي. واحد هون عندي. تعال باقي ولد. اللي حاب يشارك يرفع ايده بس مشان نشوفه. انت اللي لابس اسود. تعال يلا دين معنا هداك اللي لابس ابيض. يلا يلا 3. خلاص اخترت انا 3 بس. يلا 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 اوكي يلا جاهزين. بس تسمعوا الموسيقى وقفت وتقعدوا على الكراسي. اوكي لازم نكون أوكي. لازم نكون احسن من البنات بسرعه. طيب يلا جاهزين يا جمهور؟ جاهزين جاهزين. ها 1 2 3. يا سلام على الشباب. شوفي كيف ركيضه خيالي. البنات رقيقات ما رح يعملوا هيك. هاو هو هو. شوف لازم نتفق على قصة انك انت رميت حالك رمي على الكرسي. اوكي شو يعني مين كان اسرع؟ نعيد الدورة؟ بدنا نعيد. يلا بدنا نعيد. يلا لنختبر نرمي حالنا على بعض. خليها تجربة. أوكي؟ يلا يلا اسرع. طيب 1 2 3 ميوزك. لا 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 ستيل ميوزك ستيل ميوزك. اسرع اسرع بس توقف الميوزك بنقعد على الكراسي. اسرع 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 اسرع. وقفت وقفت. هاو انت حظ اوفر. مش متفقين. حظ اوفر حظ اوفر. بنقص كرسي بنقص كرسي. يلا يلا يا ام. اوكي تمام راح تقدم معي برنامج انت. ستاند باي 1 2 3 يلا. ها ها اسرع 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 اسرع. اوه هذا اوفر. حيو حيو حيو. بنقص كرسي كرسي واحد بس ننقص. يلا لموا الكراسي. يلا ستاند باي. يلا 1 2 3. اسرع. لا لا تمشوا انتوا. بدي ركض بدي ركض ركض ركض. لا يا لا 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 لسه 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 لسه. اسرع. هو حيو 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 حيو. حظ اوفر. بنقص كرسي بنلم الكراسي. يلا ستاند باي 1 2 3. اسرع 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 اسرع. ها واو حيو 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 حيو. بنقص كرسي. يلا شوفوا خلينا نشوف راح اباريكم مين راح يربح هلا. ستاند باي 1 2 3. أنا أسرع منكم. يلا
هبو حيو 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 حيو. شكرا شكرا شكرا. حظ اوفر على اخر كرسي، خليه هيك مشان الكاميرا. يلا انت اوقف هون وانت هون، اوكي؟ على العد على العد. ستاند باي ميوزك، شجعهم يا جمهور. 1 2 3 يلا اسرع اسرع. بعد بعده على الكرسي. لا لا مش قريب، لا هون 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 هون. تعال ستوب 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 ميوزك. هاي اخر فتره عشان ما يصير في ازدحام من هون. ما نقرب على الكرسي، تمام؟ هون متر، اوكي هيك. يلا 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 ميوزك ميوزك. امجد خليك عم تركض معنا. بعد عن الكرسي ما راح يربح حتى كنترول. بعد عن الكرسي. شكرا مبروك. حيو خبرني شو اسمك ومن وين؟ ابراهيم عماد من الاردن. شو اسمك؟ ابراهيم عماد من الاردن. اوكي ارمي النرد. رقم 3. هدية رقم 3 يا نوار. مبروك تربح معنا 2 تيكتس من جالكسي سينما. شكرا. ها وصلنا يا نوار لفقرة الحماس اللي هي هو وهي فقرة التحدي في البرنامج. وخير الامور دائما فريق بيربح فيها، بس خير الامور اوسطها. لازم نشرح عن الفقرة؟ طبعاً. يلا. فقرة هو وهي رح نختار شاب وصبية من الجمهور الموجود معنا بالمول. رح نسأل الشاب أسئلة بتخص الصبايا والصبية أسئلة بتخص الشباب ونشوف مين ممكن يربح. أوكي. بدنا نختار شباب. أنا فريقي صبايا وأنتي فريقك شباب. أوكي شباب. أنا رح أختار الصبايا. في عنا وجوه جديدة، في عنا شاب وصبية هم، بتحبوا تشاركوا؟ شو؟ حضرتك يلا تفضلوا، انت ومدامتك تفضلوا. هاي مش فقرة الاطفال، هاي فقرة الكبار. خلاص خلص دوركم، تفضلوا. تعرفنا عليك؟ اشرف. وين؟ من مصر. اهلا وسهلا اشرف. تعرف عليكي؟ ليلى. ليلى ليلى و اشرف. ليلى واشرف. شوف اللي راح يغشش الثاني راح يخسر. تفضل وقف هون. اوكي معلومه في الفقره هاي. اوكي اشرف رح نسالك اسئله بتخص الصبايا وانت مدام رح نسالك اسئله بتخص الشباب. 3 اسئله لكل واحد فيكم، معكم 15 ثانيه لحتى تجاوبوا. اوكي رح نبدا معنا يا امجد. السؤال الاول بيقول كيف شكل حقيبه الباكيت عند النساء؟ لخبطه كلها متلخبطه لخبط. كلها ميك اب وحاجات غريبه كده. اوكي قال كلها ميك اب. لا 3 2 1 انتهى الوقت للاسف. هي طويله على شكل دلو مع فتحه خارجيه وحماله على الكتف. السؤال عندك يا أمجد. عندي شو بيقول يا نوار؟ ما هي الماده التي تصنع منها البوالين؟ البوالين اللي بننفخها. بلاستيك. غير بدل اسرع. البلاستيك. 4 3 2 1 انتهى الوقت يا امجد. الماده مثل ما سمعتيها المطاط مش البلاستيك. البلاستيك ماده مطاطيه. هو على فكره رجع قال لك المطاط بس شكلك ما سمعتي. اوكي السؤال الثاني بيقول هل يدخل اللبن الروب في العوامه او الجيمات؟ اللبن الروب بيدخل بتصنيع العوامه او للجيمات؟ حلويات. لا لا لا. 4 3 2 1 نعم نعم جاوب صح، صار عندنا نقطة. طيب لا تطلع فيني بحقد لو سمحت. شو وظيفة الدولاب في الفخار؟ الدولاب في الدولاب في الفخار في صناعة الفخار. الدولاب في صناعة الفخار شو وظيفته؟ يضخ الهواء. 3 2 1 انتهى الوقت. امجد هذه موجوده عندكم بمصر. الدولاب اداه يوضع الطين فيها ثم تتم ادارته لتشكيل فخار. اوكي عندنا يا امجد اخر سؤال بيقول كيف ممكن ازاله الحنه من الشعر؟ صبغه.
إزالة الحنة بالشعر. صبغة. سحب الشعر. فور. ثري. تو. بمساعدة من المدام جاوب وقال بسحب لون الشعر. على فكرة ما بعرف إذا الكنترول بحبوا يحسبوها صح أو لا. هي مساعدة من المدام. مساعدة من المدام. ونحن عندنا نقطة بكل الأحوال. وإحنا نقطة كمان راح نكون خسرانين. صح صار عندنا نقطتين. ها بس أسأل يلا. آخر سؤال. عندكم. هل يدخل الرمل في صناعة الزجاج؟ هل يدخل إيه؟ الرمل في صناعة الزجاج؟ أيوة. والله؟ صح. ألف مبروك. بس بيأسفني كتير إلك يا أمجد إنه نحن عندنا نقطتين. وانت عندكم بس ما بصير نغشش نوار. بس هاليوم مرقناها كنترول حسب صح. المهم بس ما نغشش. المهم نحن ربحنا. يلا ألف مبروك. تفضل ارمي النار. شوفي الجائزة 50-50. أوكي. رقم ثلاثة. هدية رقم ثلاثة. ألف مبروك. تربح معنا قسيمة مشتريات مقدمة من الفجيرة مول. تفضل. شكرا. تفضلي مدام. أوكي أمجد للأسف اليوم رح يكون معنا بس هدول المشتركين. رح نكمل أكيد فقراتنا بس بالأول وين بدنا نروح؟ بدنا نطير على البريك. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد وبنكمل فقراتنا ولكن وصلنا للأسف للفقرة الأخيرة ولكن فقرة جدا جميلة لأنه بتودينا وبتطير فينا من مكان لمكان ومن دولة لدولة في الوطن العربي. ولكن شو اسم هالفقرة يا نوار؟ فقرة الأمثال يا أمجد. رح نختار حدا من الجمهور الموجود معنا رح نطرح عليه خمس أمثال أنا أو أمجد رح نخبره الجزء الأول من المثل هو كل اللي عليه أنه يكمل المثل. أمثال متداولة وسهلة بس في شرط أمجد. في شرط أنه خمس ثواني لكل مثل من خمس أمثال على الأقل يجاوب على ثلاثة أمثال من أصل خمسة. صحيح. مين بحب يشارك؟ مين بيحب يشارك؟ أوه في وجوه جديدة يا نوار. صبيلي لابس رمادي. تفضلي. في وجوه جديدة. تفضلي نتعرف عليكي. أمل. من وين؟ من سوريا. أهلا وسهلا أمل. مرحبا. أنت كمان بدك تشاركي؟ رح نطرح عليك خمس أمثال جاوبي ثلاثة صح لحتى تربحي. أوكي. المثل الأول بيقول البلاء إذا إجاك من جناحك قصه. صح عندك يا أمجد. فرحة الحزينة خربت المدينة. يا سلام خربت المدينة. أوكي سيدي مليح كأنه مغربي هل لا جزائري أو تونسي. أوكي. سيدي مليح. طيب زادوا الهوى. اوكي انتهى الوقت للاسف. سيدي مليح زادوا الهوى والريح. عندك يا امجد. دائما بينصحوا الناس اللي مستعجله امشي على مهلك عشان شو توصل بسرعه. صح صح. هلا صار عندك ثلاث امثال ان شاء الله تجاوبي على هاد. بيقول امشي عدل. امشي عدل مثل مصري كله ماشي. امشي عدل يحتار. امشي عدل يحتار فيه يحتار عدوك فيه. عدوك شكرا للجمهور المساعد اليوم. امشي عدل يحتار عدوك فيك. انت عندك ثلاثة صح. ألف مبروك بتربحي معنا. تفضلي ارمي النار. اوكي اي رقم ثلاثة. أوكي دي رقم ثلاثة. ألف مبروك قسيمة مقدمة من برانس فورلس. شكرا أمل. تفضلي من هون. أمجد شوف في حدا من الجمهور كتير تعب معنا وكتير ساعد الكل. ها 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 بدنا وجه جديد. بدنا وجه جديد 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 جديد. أوه الوجه الجديد. تعالي تعالي يلا نشوف الوجه الجديد. أهلا وسهلا. تعرف عليك مروة. من وين؟ مصر.
اهلا وسهلا فيكي مروة. اوكي امجد تبدا انت اليوم؟ انا ببدا. يلا اليوم بيحكي المثل. هلا ابدا. اول المزاح شتم واخره ضحك. لطم لطم صح. ابوها راضي وانا راضي. مالك انت وملنا يا قوتي. صح عندك يا امجد. من شابه اباه فما ظلم. صح. سلام. اديك الفصيح للبيضة بيصيح. صح عندك يا امجد. مثل بيستخدموه اهل الشام. طنجره. ايه طنجره؟ يعني لما واحد بيشبه حدا او مثلا او بنت تشبه امها طنجره. لقتها ترى؟ لا هي عندها أربعة صح. أربعة. على فكرة أربعة صح. خبرنا شو طنجرة ولقت؟ طيب ولقت غطاها طنجرة ولقت غطاها. مروة تفضلي ارمي النرد. رقم اثنين. اوكي هدية رقم اثنين. رقم اثنين. شكراً قسيمة مقدمة من مسك الإمارات. ألف مبروك مروة وشكراً. ألف مبروك. تفضلي من هون. يلا هلا امجد وصلنا لضربه الحظ. رح نبلش نختار مشتركين. ها على سياره الفورد. سحب على سياره. سحب على سياره الفورد. بختار. سحب على السياره. الشاب اللي لابس اسود. اللي لابس نظارات لابس اسود. بتشارك شو بدك؟ وبدي بدي 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 اوكي بدك تيجي تشارك. الشاب اللي لابس قميص ازرق. ها صار عندنا اثنين. صار عندنا اثنين. تفضل. ثلاثة. انت تعبت معنا لازم تشارك. تفضل حضرتك. تفضل. ها اوكي تفضلوا. لا حضرتوا مع بعض ما بيصير لازم واحد منكم. واحد صاروا أربعة منكن. لا ثلاثة. ايه تفقوا. شكرا. يلا اذا ربحت السيارة نص نص. فهمت علي؟ يلا عادي يعني. تفضل. بتعرف على اسمك؟ عمر. من وين؟ مصر. وانتي؟ اسمع من وين؟ سوريا. وانت؟ صبحي. من وين؟ مصر. من مصر. تحية. يلا حجرين النرد. ابدأ عمر عندك ثلاث محاولات. لازم تجيب لازم رقمين. لازم تجيب نفس الرقمين. نفس اي رقمين متشابهين. لحتى تدخل السحب بعشر كوبونات على سيارة فورد مقدمة من الطايف للسيارات. يا سلام الفجيرة. يا سلام يا سلام. الف مبروك. بيموت معنا السحب. هاتي عشر كوبونات يا نوار. الف مبروك عمر. تفضل. تفضل من هون لو سمحت سجل اسمك. يلا. معك ثلاث فرص. يلا مع بعض. حاولي ترمي النرد مع بعض. مع بعض بدنا نرميهم. اوكي لسه مرتين معك. يلا مع بعض لازم ترميهم. نمسكهم مع بعض ونرميهم مع بعض. ارميهم مع بعض. اوكي مره واحده مع بعض. اوكي يلا بسم الله. وين يا طيب يا تخيب. حجر النرد وصل للجيران وهون خمسة أربعة. حظ أوفر حظ أوفر حظ أوفر. آخر متسابق معنا في ضربة الحظ يا نوار. ضرباته يا بتصيب يا بتخيب. إن شاء الله إن شاء الله بتصيب. يلا بتصيب إن شاء الله. تعب معنا كتير اليوم وساعد كل اللي طلعوا. أكيد. تفضل. أنت مذكر كويس على فكرة. ستة. ها أوكي. مو وخمسة. يلا عندك محاولتين. شو يا حسن الداود مستمتع بالأجواء؟ نشوف الأجواء. يا سلام يا سلام. ها آخر محاولة. آخر محاولة. إن شاء الله شو يا بتصيب. جمهور يلا إن شاء الله بتصيب. إن شاء الله بتصيب. لا في حظ إن شاء الله. اسمع كلامي. واحد. اوب او واو واو واو. هذا اوفر هذا اوفر. طبعا نوار استمتعنا بهاي الاجواء وباجواء الويكند وفقراتنا كانت كلها ممتعه من الصغار ومن الكبار. اكيد امجد نحن موجودين بكره بنفس الموعد الساعه 10 بالفجيره مول. هلا صرت نقول شو باي 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 باي.